هاي المرة اكتشفت ابنها جاي يصور بيها وهي نايمة. من أغرب القصص اللي راح تمر عليك بحياتك، فحطنا لايك ومتابعة وأحبكم هواية. هاي المرة يوم من الأيام تقول إجي شخص للغرفة، ففزيت تقول شفت خيال ابني، لحقته شفته ابني، عبالي أخذ فلوس، عبالي باقي فلوس تقول من عندي، فتقول عدي عادي وما انهضمت لأن تقول أني زوجي متوفي. فتقول يوم من الأيام إجي ابني وأنا سويت روحي نايمة، فتقول إجي ابني وطلع موبايله وقام يصور بيه من فوق لجوه ومن ورا ومن قدام ويصور بيه، تقول أنا انصدمت، فتقول لحقت ابني شفت ابني يلعب تليفونه وراح نام، فتقول ورا ما راح نام رحت له بالأربعة الصبح وتقول أخذت التليفون من عنده، ومن فتحت التليفون شوف الصدمة اللي لقتها هاي المرأة. حطونا لايك. فتقول وهو نايم أخذ التليفون من عنده بدون ما يدري، ففتحت تليفونه وطبيت على الرسائل ولقيته دازهن الصديقة، وتقول هنا أناني انصدمت وخفت وباوعت على المحادثة أصوري أنواع وأشكال دازهن، فلزمت ابني خنكته رتكت له قلت له شو مسوي أصوري المن ادزها، وقام يبكي وتقول هو صغير ما يقارب 16 سنة، قلت له المن ذن ادزهن ولا كان أمك جاي تفضح بيه، قال هي أمه هذا الشاب قشمرني بشدات مال بوبجي، تذكرون الأزمة مال بوبجي والإدمان مال بوبجي، فقشمرني بشدات مال بوبجي وقمت العبانية وكذا وطلب من عد صور بالشورت وقشمرني بشدات، وبعدين طلب من عد صور بدون ملابس وقشمرني وبقي يهدد بيه، فتقولاني كلش انصدمت ودزيت لبصمة قلت له اليوم كذا ما كذلك، فهنانا أخذت رقمه ورحت قمت عليه دعوة وسلمته للدولة، وبعد نهائيا هذا الشخص لا تعرض لابني وما أجلبني، بس قول بقيت خايفة. أو رسالة هاي المرأة لكم يا أهلنا ويا ناسنا، مراقبة الأولاد اليوم مجتمعنا مخش مجتمع، اليوم الشباب مع احترامات لكم تحب الشباب والبنات تحب البنات، واليوم عدم المراقبة راح يسوي مشاكل، فهذا الفيديو أتمنى يوصل كل بيت عراقي وأتمنى تتعلموا من عدة، واللي ما شاف الجزء الأول موجود بالحساب.